منتبع لايف مع واتس كوكينج، واليوم معي دلال كنج محضرت لنا لازانيا، بس هالمره لازانيا كثير سبيسيال، لازانيا بالعدس. غريبه شوي. هاي لورا. هاي. صح هيك تنوصل الفكره للمشاهدين انه اللازانيا بناكلها مش بس مع الخضره مع العدس. خليني هيك اقول انه اليوم عندنا وصفتين، اول وحده هي اللازانيا، حبيت اشتغل باللازانيا الخضراء او حيلا نوع من اللازانيا اللي عندي اياها بالبيت بدي اسلقها، نحن بالزمانات كنا نسلق اللازانيا قبل ما نوضعهم، اليوم بدي اسلقها، ما بدي اعملها جراتيني، يعني بطنجره على نار، بدي احط زيت، بصل، ثوم، قرات، فطر. رب البندورة، عصير البندورة، عدس. اليوم جبت العدس يلي سلقته يلي بضيفه على وصفتي مع شوية من البهارات. من بعد ما كسر لازانيا واسلقهم لمدة 7-8 دقايق بدي شيلهم صفيهم ضيفهم على وصفتي، بدي اوضعهم ببيريكس، بدي غطيهم بجبنة الفتة يلي مزجت مع الأعشاب الأوريجانو، زعتر، شو ما عندي بالبيت، وبدي ادخلها على الفرن لمدة 5 دقايق. وصفتي الثانية هي سلطة الملفوف. بتعرفي من أطيب السلطات هي الملفوف، بس اليوم شو بتتميز وصفتنا؟ اليوم عندي سبانخ، بصل، ثوم، شوية من اللوز مع الكيل، حامض، زيت. بدي أطحن كل المقادير، بدي أمزجهم مع الملفوف والبصل الأخضر وبدي أقدمه. يعني صوص للملفوف مشكلة. صح. قولي لي انا اليوم ما بحب الملفوف، بستبدل بالايسبرغ، فيدوشان، شو ما عندي بالبيت، روكا، بقلي، كله بيطلع طيب، مزيج كمان من الخضر. هلا انا بطنجره عم بغلي المي، اول ما تغلي المي بدي كسر اللازانيا وبدي اضيفهم عليهم، مش ضروري ابدا انه يكونوا مثل بعض. اما هون بدي اعمل صوص اللازانيا، حطيت شويه من زيت الزيتون. تعرفي مثل ما كل مره بنقول انه اللازانيا بنشتغلها على لحمه، على خضره، اللي عنده لحمه وعمله يضيف لحمه اكيد هيدي وصفه. شمالا صوص بلانش، صوص بشاميل. اليوم ما عندنا ولا صوص بلانش ولا كريم فريش، اليوم عملتها بس بصلصه حمراء. لكن بطنجره حطيت زيت، بدي افرم بصله، اليوم حبيت اشتغل بالبصل والقراط، يلي ما عنده قراط بدي اقول انه هيدي وصفه فينا نشتغلها بس بالبصل بالثوم. نقيت الفطر بس في اشتغلها مثل ما كل مره بنقول بالكوسه، بالباذنجان، بالبروكولي، بحيلا نوع من الخضره. لكن بدنا نسلق اللازانيا بدي كسرهم غلية المي، او في احطهم ببول كب عليهم مي مغنيه، ارجع شيلهم وضيفهم على وصفتي وقتها يخلص الخليط. نحن رح نرجع ندخلها على الفرن، بس بدي ادخلها على الفرن بس لذوب شوي الفته. اوكي، يعني مش لوقت انه انف انه تستوي اللازانيا، يعني ماكسيموم 7 دقائق 10 دقائق مش اكثر من هيك، لانه بدي امزج الفته مع الخضار. فينا نضيف اللحمة مثل ما قلنا، فينا نضيف مزيج الخضار، حطيت بصل. يعني اليوم بدلين اللحمة بالعدس. بالعدس يلي حنحكي عنه هلا. بصل، ثوم، قراط. مثل ما قلنا في بلا قراط، أكيد البصل والثوم بدهم وقت على النار ليدبلوا. المي عم تغلي تبع اللازانيا. لكن بصل، ثوم، قرات. الصوص تبعنا رح تكون صوص روج. شو بضل عندي؟ بضل عندي فطر. حبيت اشتغل بالفطر الطازة، مع انه الفطر الطازة غالي، القيمات كثير غالية. فينا نجيب كمشي يعني مش اكثر من 7-8 حبات، ما بدي اكثر من هيك، او حتى مثل ما قلت كوسه، باذنجان، قرنبيط، بروكولي يلي كمان بيطلع طيب. ما بدي اضيف هلا الفطر على الخليط، ارجع اضيف البندوره، بدي ارجع اضيف رب البندوره وعصير البندوره، وبدي اضيف العدس يلي سلقته. اليوم انا سلقت العدس، ما عم بسلق العدس بقلب الوصفه، لا سلقته على جنب، بس ما سلقته ليهلط، عرفتي يعني؟ يعني ثلاث ارباع سلقة تقريبا. ثلاث ارباع سلقة. اما هون غليت المي، بدي كسر المعكرونه
لازانيا مخضرة أو البيضة هي رح ترجع تختفي مع الوصفة، يعني مش مهم كيف عم نكسرها بأي طريقة. كيف ما كسرناها صغار كبار ما بيأثر. خليني أقول يوم تقولي لي لورا أنا ما بحب اللازانيا، بستبدل أنا اليوم وقفت بين اللازانيا والتورتليني أو شو ما عندي. وحتى اللازانيا فينا نجيبها البيضة العادية، مش ضروري اللي بتبقى على السبانخ الخضرة. أنا حبيت هيك اليوم على سبانخ، رح حط الفطر يعني نحط بعد اثنين. حتى كمية اللازانيا اللي عزناها مش إنه هيدا اللي بدي اقوله، انه هيدا ذوق. اوقات بتزيد اللازانيا، اوقات بتكتري، اوقات ما كثير بتحبي طعمه اللازانيا. كتري، انا بحب الطعمه. حم كتري لي. كتر لي؟ ليك صاروا منيح. ايه. اما الصوص، حطينا بصل، ثوم، قرات، فطر. بدي ارجع اضيف البندوره. خليني اقول انه انا اليوم ما بدي اسلق اللازانيا، في ضيفهم بقلب الصوص وينسلقوا، يعني حط شويه من مرقه الخضره بقلب الصوص اللي عم بشتغلها بينسلقوا سوا كمان بتطلع طيبه. ضفت البندوره او البندوره الكرزه. هون البندوره مقطعه صغير بس مش مقشره. مش مقشرة، صح. خليني احط رشة من الملح. هيدي وصفة صغار بحبوها كتير. وكبار. وكبار. رشة من بهار الأبيض. كل شيء في باستا بحبوه صغار. صح. هلا بتقولي لي أنا اليوم رح أغطي وصفتي قبل ما أدخلها على الفرن، حبيت أشتغل بجبنة الفتة، بتقولي لي اليوم أنا ما بحب الفتة. بقول لك بستبدل بالموزاريلا، بالجريير، بحيلا جبنة أنا بحبها. أنا شو بدي أعمل؟ بدل ما أحط هون الزعتر ولا رومارين والأرب دو بروفانس والأعشاب يلي عندي إياها بالبيت البهارات، شو بعمل؟ رح أمزجها مع الفتة وغطي فيها وصفتي. اوكي، كمان طريقة. بدنا نحط رب البندورة. دقيقتين بدي اشيل اللازانيا. بعد بيحملوا شوي. بدي احط رب البندورة. عصير البندورة. بتعرفي هيدي وصفة سهلة وأسهل من ما نقعد نمد اللازانيا. إيه مزبوط. ونعمل صوص بلانش. هي اللازانيا مشكلتها إنه وقتها تنعمل ممدودة بدها وقت لتبرد، بدها كتير وقت لتبرد تقدري تقدميها. يعني بتكوني عملتيها قبل بوقت. هيك أسرع. حطيت عصير البندورة. اليوم ولا في صلصة بيضاء ولا في كريم فريش. يعني مبدئيا ها هي وصفتنا، بدنا نضيف لها العدس بعد. بدنا نضيف العدس، صح. عم بحكي عم برجع بذكر على حيلا نوع من العدس يلي سلقته. ما بدي اياها تطلع عدس على لازانيا لورا، بدي اياها تطلع لازانيا على العدس. لازانيا على العدس، وما بدنا نكتر كثير العدس. والعدس بتعرفي طيب، بيعطي شوية سويتنس بالأكل. لكن الفتة اللي رح تحطيها على وجهها رح نضيف لها كل هول الأعشاب عليها ونخلطهم مع بعضهم. صح. يعني شو رح اعمل؟ خليني اجيب الفتة ونشتغلها قبل ما ننتقل للوصفة الثانية.
جبت جبنة الفتة، خليني أقول حيلا نوع من الجبنة، مزيج الموتزاريلا والجريير والفتة، حيلا شيء. شو بدي أضيف لهم؟ بدي أضيف لهم نقطة من زيت الزيتون، خليني أقول هيدي الجبنة بدي غطي فيها وصفتي. ما بدي أحط لها ملح لأنه مثل ما بنعرف أوريدي المليان ملح. بدي أضيف شوية من الأعشاب، رومارين، إير دو بروفانس. ما عندي أعشاب، شوية من الزعتر تبع المنقوشة. نحن حطينا رومارين وأوريغانو. مزيج كمان عندي مزيج. عندك مزيج. رشة من البهار الأبيض، بدي أجيب شوكة وبدي أمعصهم لغطي فيهم وصفتي. فوالا. رح شيل اللازانيا. عارفه رح شيلهم دغري طبعا ننقل دغري عليهم دغري على الصوص دغري على الصوص وهيدي الفته هون عم بمعص لك اياها خلي الاستوى يكفي مع الصوص بدي اعبي بيريكس او حيلا شيء بدي ادخلها على الفرن طبعا هنكتفي هون وخلصوا يعني فينا نطفي النار بهالمرحله لا رح يرجعوا يفوتوا على الفرن صح فوالا هيدي هي اللازانيا مع العدس هينه كثير هينه وما في كثير يعني شويه عدس مكونات فيها بدي اعبي بيريكس او حيلا شيء وبدي اختم وصفتي بمزيج الفته اللي اشتغلته لورا، خلينا هيك نعبيه تننتقل للسلطه سريعا. واذا الفرن حامي يعني ما بدهم شيء ما بدهم شيء بلش باللازانيا شو عم بجيب بحط الصوص فوقه. هيدي وصفة طيبة كثير. فيني حط بقلبها الأجبان، يوم بتقولي ما عم بالي حط فتة عليها. في حط بقلبها ما بيأثر. بقلبها بنحط الموتزاريلا أو حيلا جبنة بتدوب بقلبها. صح. ما بدي إياهم مثل بعضهم لازانيا أبداً. بدي ازعجك بكلينكس لورا جرور بدي كتر اللازانيا فوالا هجيب ملعقه ثانك يو تنرجع نحط شوية صوص فوقهم اكيد بدي احط صوص وبدي ادخلهم على الفرن انا والملاعي ضلنا مضيعين بعضنا. هيدي ولا اسهل من هيك وحتى هيك بلا جبنه يعني يمكن تتذكر. اكيد. مثل السوب طالعه. رح نكتفي هون. حتى نقول شو بدنا نعمل بالصوص تبع السلاد اللي هي السبانخ وبصل وكذا كثير مهم بس قبل خليني اقول للمشاهدين انه نكتر الصوص لانه اللازانيا بتشرب حنكتفي هون بس خليني غطي وصفتي ودخلها على الفرن عم بستعجل لانه الوقت بلش يمرق نلحق نفرجي قد ايه بعد عنا وقت؟ تقريبا 4 دقائق لكن خليني اقول للمشاهدين انه انتروني بكره بوصفه السلطه لما ملحق نعملها ما بتلحقيها؟ لا طيب شو المكونات؟ هيك بحضرون هلا بس نتخلص نقول شو المكونات هيك بحضرون لبكره نعطيهم بس المكونات اوكي اليوم عم نحكي على مثل ما قلنا حيلا نوع من الخضار شو ما عندي بالبيت مثل ما انا كل مره بقول شو ما عندي بالبيت
ملفوف. يوم حبيت اشتغل بالملفوف، بتعرفي انه زمان ما اشتغلنا بالملفوف، بس شو ما عندي بالبيت بشتغل ملفوف. بدي اطحن بصل، ثوم، سبانخ، حامض، كيل، بدي امزجهم سوا، جوز، لوز، ودخلهم على الفرن، اطحنهم وارجع امزجهم كلهم سوا. بتعرفي نحن السبت معودين نعمل ديسير. ايه عادة السبت ديسير. بدك تزعبري بكره؟ ايه. بس ما رح يكون في ديسير؟ بلا. ما بقبل. إذا أنا جاية بدي ديسير. بكره بدي أعمل وصفة طيبة كثير يلي هي الأبل كرامبل مع الخبز. هلا هيدي. هيدي ريدي، بحطها بالفرن. ايه بليز. هي. يعني لو طن انه تدوب شوي الجبنه يكون خلص فينا نشيله. خليني اقول انه في اشتغلها الجبنه بقلبها كمان تطلع طيبه. بتخيل طيب كثير رح تطلع طيبه الفته، لانه هول الاعشاب اللي حطينا لها اياه هون بيعطوها نكهه. مزبوط. حيكتفي هون، خلينا يعني نحط بعد شوي لهي. انا عاده بخلط الفته مع الزعتر الزبيع طازه. أنا كمان كثير كمان طيب. أنا من أكثر الزعتر اللي بحب أشتغل فيه هو الزعتر الزبيع يلي طيب كثير. خلينا هيك نرجع نعيد سريعا إذا بعد عندنا شي دقيقتين. نترك السلطة لبكرة، مع حنعمل مثل ما قلنا بنعمل شيء هيك على تفاح كرامبل وبوم مع الخبز كمان، يعني وصفة جديدة. خليني هيك سريعا نقول انه اليوم اشتغلنا باللازانيا، حبيت اشتغل بالخضرة بس حيلا نوع من اللازانيا مش الجراتيني وفور يعني المعودين هيك، يلي انجا دخلناها شوي بقلب الفرن. عملنا اللازانيا يلي سلقناها او فيه ما اسلقها، فيه اسلقها مع مزيج الصوص روج يلي عم اشتغلها على نار. قلينا بصل، ثوم، قراط، بندوره، فطر، فليفله، جزر، شو ما بدي فيه حط. مزجناهم سوا، رجعنا ضفنا رب البندوره، عصير البندوره، سلقت اللازانيا المقطع، رجعت مزجتهم معهم وحطيت رشه من الملح، رشه من بهار الابيض، مزجناهم كلهم سوا. بتعرفي كمان هيدي وصفه بيطلع طيب مع الزيتون. كمان طيب كثير. رجعنا جبنا الجبنه بدل ما ندخل بداخل الوصفه الجبنه، حبيت انه امزج جبنه مع زعتر، حيلا نوع من الاعشاب يلي ما غطيتها كثير، يعني انجا حطيناها على وجهها، حطيناها على وجهها ودخلناها على الفرن. هذه وصفه هيك سهله وسريعه. ما بدنا ننسى نقول كمان انه اليوم وصفتنا هي من العدس، يعني انا بشجع كل حدا عم يحضرنا يجربها. بعرف انه يمكن العديد من المشاهدين حيستغربوا انه عدس، بس انا بشجع كل حدا يحضرنا. اما السلاد لبكره. لبكره هلا رح ننطر اللازانيا والفتة بالفرن، ناخذ بريك ونرجع. عودة للتيستينج. شلنا شو فينا نقول، لازانيا عدس عن جد، على سوب عدس على تراديسيون على مودرن. لازانيا العدس هي اكثر، يعني اللازانيا العاديه اللي ضفناها العدس مع الجبنه كمان، كان فينا نحط الجبنه من مع الصوص، حطيناها اون توب ودخلناها على الفرن. سخنه ولا مندوق؟ سخنه، ما من هيك انا عم بطول بالي. عم تترددي دقيقتين لانه هلا طلعني، كنا عاملين سلطه ثانيه حنشتغلها بكره. دهما الوقت لدلال ما لحقت كثير. طيب دلال عرفتي شو عملنا رانيا؟ جبنا اللازانيا، عم جرب احضر فطر الطازه، جبنا لازانيا قطعناها سلقناها شوي وضفناها مع الصوص اللي اشتغلناها. كثير يعني الصوص ايطاليان ما هيك؟ كرات ورب البندوره وعصير البندوره كمان والعدس حطينا اليوم. لكل مين اولاده ما بحبوا العدس وبيعذبوه. نعم هون عدس ديسكريت. لا لا سيكولوج بالطبخ. في يعمل لازانيا العدس. انا حسيت كثير الصوص عن جد مع هول الاعشاب كثير ايطاليان. طيبة طيبة عن جد. طيبة وروعة مفيدة وبتشبع. نعم.
وفينا نزعبر فيها على الاولاد. نزعبر نزعبر نحن كمان مع الباستا. زعبرنا. زعبر. وهينه هينه دغري خلصت. خليني اقول كمان انه انا اليوم عبالي اعملها وما عندي لازانيا، عندي سباجيتي، عندي تاجلياتيل، حالها نوع من المعكرونه البنه بشتغلها بزيت الطريقه، مش ضروري يعني بس لازانيا، بس احنا حبينا نطلع شوي من العاده، لما تنقول لازانيا نحن معودين على لازانيا بنمدها بالبيريت، بنحط لها صلصه بيضاء، صلصه حمراء، بعدين بدي اقول انه هون فينا نضيف شويه من اللحمه المفرومه على الوصفه وساعتها كمان اذا حدا حتى هيدي بتنمد يعني منا صعبه انه تنمد بس هي بتطلع ستيل يخنه. ايه صح صح مندري كيف اكيد فينا هلا ما نسلق اللازانيا نمدهم نشتغلهم بزيت الطريقه بس كل جبنه الحطب كل واحد كيف بيت اشتغل بجبنه الفته او الموتزاريلا او الجريير بس الفتة طيبة لأنه بتعطي حموضة بتلبق مع الجو مظبوط وملوحتها طيبة مع الصوص طماط بعدين وقتها هيك بتذوب طيب إنه ناكلها مع اللازانيا مع إنه حبيت نقول لازانيا معودين على غير أنواع جبنة بس اليوم هيك حبينا نطلع من العادة دلال دايماً براتيك اسم الله عليك براتيك طول الأم بدها تكون براتيك يعني من هالمنطلق هي من هالباك جراوند هي أم وعندها اللي عباله هيك يعمل وصفات طيبة وسهلة وسريعة ومن الموجود جود، هلا ما بعرف قد ايه رح نجود من الموجود بس انه اذا كان في شيء موجود اذا كان في شيء موجود كارثه يعني واذا موجود مش متوفر مش معقول بعدين دلال دائما هينين يعني دائما انه اي ست بتعرف تعملها ما بدها تعقيدات يعني بتعرفي رانيا انا لانه بعلم الطبخ صار عندي فكره على النسوان اللي بتشتغل يلي ما بتحب المطبخ كثير ما بحبوا يدخلوا على المطبخ ما بحبوا الطبخ بس مجبورين يطبخوا بيعملوا يعني افار يعني بيعملوا افار سو هيك نطلع شوي من العاده افكار أيوة. بيجيني كثير اوقات على الانستغرام انه انا بعرف اعمل استروجانوف بس مش هيك بدي اقول انه انا ما بعمل الاستروجانوف اللي معودين عليها او حيلا وصفه نحن عم نغير لنطلع شوي من العاده مثل ما كل يوم بتقولي شو بدي اطبخ للاولاد شو بدي اطبخ بكره هن زيتهم عم ينعادوا كل جمعه زيتها بتكون المكونات عنا اياهم بالبيت وطلعنا شوي وفي اشياء نحن بنفتكرها معقده بتلاقي لنا دائما طريقه سامبل بنعملها مثلا مثل الاستروجانوف قد ايه بتبين سهله وقتها انت تعطينا الوصفات كم انجريدينت وما بنزيد الانجريدينت وما بنجيب اشياء هالقد فانسي يعني كمان ما هي يعني قد ما فينا هيك وصفات سهلة وسريعة أهم شيء وتكون شعارك دلال هي السلوغان تبع دلال سهلة وسريعة وهذا المطلوب أصلا يعني السهل والسهل ميرسي دلال كثير طيبة رانيا لكان بعد البريك بنتابع الفقرات معك لكن وقفة وبنرجع